السلام عليكم. في سؤال بيقول: من المهندس الأقوى اللي درس الريفت والنافس وركس مع درس معايير البيم، ولا اللي اشتغل بالريفت فقط بمشاريع حقيقية وعرف منه تفاصيل أكثر؟ طيب، أنا اللي أنا فهمته من السؤال، هل لو واحد قاعد يقعد يقرأ كتير ويسمع فيديوهات كتير، ولا إن أنت تشتغل بمشاريع حقيقية؟ أنا لو حد جالي يعمل انترفيو، واحد درس سمع فيديوهات كتيرة وخد كورسات، تمام، يعني اشترى كذا اسطوانه، تعليم الريفت، تعليم البيم، وتعليم وتعليم وتعليم، لكن هو مش عارف في ولا مشروع، وواحد تاني شغال في مشاريع، اكيد هاخد اللي هو اشتغل بمشاريع. ليه؟ في حاجات كتير جدا بتفرق معانا اثناء الشغل. ممكن مثلا هو مش عارف ازاي يتعامل مع فريق، او فاهم موضوع نظري بس هو مجربوش قبل كده، فهيعمل لي مشاكل. فلو انا قدام الاتنين، لا، انا هاخد اللي هو اشتغل بدي اكتر. فلذلك بقول للناس: حاولوا لو جاتلك فرصة ان انت تشتغل في اي شركة، حتى لو المرتب قليل، بس انت عارف ان انت بتتعلم حاجة اضافية. يعني الشركة دي مثلا شغالة باسلوب الاستدامة، في حد مدير هناك عنده فكر اداري كويس، او عنده فكر معماري كويس، او دكتور مثلا عنده شغال بايديه وفاهم نظريات وهتستفاد منه في الشغل بتاعه. يعني في فايدة من الشغل اكبر مع شركة تانية. روح حتى لو المرتب قليل، ما تبصش فلوس، بس بص لان انت تتعلم وتاخد خبرة، واكيد مش هتاخده ببلاش. ممكن تكون مثلا ايه، بدل ما بتاخد 4 هتاخد 3، بس في المقابل هتستفاد. انا كذا مرة اروح شركة يكون فيها مشاكل في الفلوس او الانتقالات او كده، لان انا عارف مثلا في حد متميز في المكان دوت، هتعلم منه، حد كويس وحد شاطر وهيفرق معايا في المسيرة بتاعتي. ممكن تقعد في الشركة 10 سنين وما بتستفادش، او بتاخد كلام نظري، وفي شركة تانية بتاخد مشاريع معينة فيها خبرة معينة، مثلا مستشفيات وهكذا، بقى في حاجات ادفانسد شوية. فانا اجبت على السؤال دوت: لو انا المدير او انا صاحب قرار، افضل اللي هو اشتغل بالريفت في مشاريع حقيقية، لان ممكن يكون اللي درس ريفت لما يجي يطبق يبقى فيه اخطاء وفي حاجات محتاجة مراجعة وهكذا. فالافضل بالنسبة للشركة اللي هو مشاريع حقيقية.